بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي استكمالا للمراجعة إن شاء الله النهاردة بنتعامل مع محافظة القاهرة إدارة رود الفرج التعليمية نقول السؤال الأولاني Finish the following dialogue النصيحة الدائمة إن إحنا بنقرا المحادثة عن إيه زي كده مثلا between Dan and Sam about climate change يبقى الاتنين دول بيتكلموا عن إيه؟ بيتكلموا عن التغيير أو التغيرات المناخية أو التغيير المناخي فا خلاص دماغي بايه بتبقى مركزه في النقطه دي. بنبتدي بعد كده بنقرا المحادثه كلها طبعا من غير ما نحل حاجه بنبقى يعني على اساس نبقى فاهمين الحوار ماشي ازاي، وبعد كده احنا بنكمل وبنتقمص دور الشخص اللي ما اتكلمش بحيث ان احنا نشوف هو هيقول جمله خبريه ولا سؤال ولا كده. توكلنا على الله. هالو سام، هاو ار يو؟ ام فاين؟ Have you noticed that this is the month of November but it's still hot? Have you noticed? هل لاحظت كده؟ Yes, I have. يعني yes, I have noticed that this is the month of the weekend. Okay, but what is the cause of this weather? ايه ايه سبب الطقس ده؟ فالتاني هيرد عليه، شوف احنا جبنا كلمة climate change جبناها منين؟ هو تحت بيقول له ده بيقول له climate change وبعد كده خلاص يبقى الكلام كان إيه؟ كلام كان عن التغيير المناخي يبقى ممكن إيه السبب؟ فراح ممكن يقول له آآآ مثلا اي I think the cause of this weather is the climate change وممكن نقول إجابة مختصرة زي ما أنا محاول كده يعني climate change أو climate change is the cause of this weather بعد ما قال له climate change What do you mean؟ ماذا تقصد؟ ليه أنا قلتها كده؟ عشان هو بيشرح له ايه هو التغير المناخي. It's the rise in temperature يعني هو ارتفاع درجة الحرارة all over the world وكذا. طيب يبقى أنا قلت هنا إيه؟ What do you mean؟ ممكن يقول له what is climate change؟ يعني إيه هو التغيير المناخي؟ طيب بعد كده بنبتدي نقول إيه؟ بعد ما قال له ارتفاع في درجة الحرارة it could cause serious problems ممكن يسبب مشاكل خطيرة. Uh, هنا انا عملت ايه وات از ذا ايفكت ما التاثير اوف كلايمت تشينج ايه التاثير بيكوز اوف كلايمت تشينج ذا ايس كابس اللي هي الجبال الثلجيه uh, او الكتل الثلجيه الكبيره ار ميلتينج بتذوب يبقى بيتكلم عن ايه يعني ايه ايه اللي بيحصل نتيجه للتغيير المناخي فعشان كده انا قلت فوق وات از ذا ايفكت اوف كلايمت تشينج It seems very dangerous how can we help avoid this problem يعني ازاي احنا ممكن نساعد في تجنب هذه المشكله آه لقيت كده هنا فراغ فـ that's a good idea يبقى قال له فكره حلوه من وجهه نظري طبعا وزي ما انتم عارفين ان المحادثه يا جماعه ملهاش اجابه محدده يعني ممكن تقول انت اجابه ممكن حد تاني يقول اجابه آه يعني بقدر الامكان نكون في الصح يعني فهنا بيقول له أنا من وجهة نظر بقول إيه هو إزاي نقدر نتجنب هذه المشكلة؟ باي ريديوسينج بلوشن بتقليل التلوث all over the world. هنبتدي أه نتعامل مع السؤال اللي هو situations المواقف أه نقول إيه في الموقف اللي أنت بتتعرض له ده؟ مثلا نمبر 1: You ask a friend أنت بتسأل صديق about the reason for choosing the story he is Uh, ايه سبب الـ الـ الاختيار لقصه هو بيقراها؟ فانا اقولها له ازاي؟ شوف كده مع بعض. ممكن اقول له اكبرها لكم كده اهو ممكن اقول له why have you chosen this story? why have you chosen this story؟ تمام uh, your friend feels nervous. صديقك حاسس بالتراب uh, because of the job interview. بسبب اللي هي المقابلة آآ آآ عنده مقابلة آآ آآ وهو مضطرب كده إيه بسببها وبتاع مقابلة عمل يعني فأنت يو ريأشور أنت بتطمنه طب ممكن أقول له إيه بمنتهى البساطة أقول له شوف كده دونت worry لا تقلق إيفريثينج ويل بي أوكي يبقى دونت worry دونت worry everything ويل بي أوكي طبعا دونت ووري زي ما أنا كاتب كده حلو قوي You would like some help from your father. انت محتاج مساعده من باباك with your math uh, homework. What do you say? اما اجي اطلب مساعده من بابا ممكن أقولها له ازاي؟ شوف كده مع بعض تمام. Uh, could you help me with my math homework, dad? ممكن uh, يا بابا تساعدني في عمل الواجب بتاع ال- الحساب بتاعي. You see uh, someone who is parking. the car in a new parking area. آه في حد بيركن عربيته في منطقة ممنوع فيها الوقوف. طب أنا أقول له إيه؟ ما ممنوع فيها الوقوف يبقى إيه؟ أنا هقول له بلهجة you mustn't. تمام؟ ممكن أقول له you must not you mustn't park here. It's a new parking area. Okay. بعد كده آه سؤال تشويس choice, choice, الاختيارات My brother wants to study at university. هنا انا محتاج اسم يبقى genetics. genetics اللي هو ال ال الجينات. ال, ال he said that he her playing uh, the piano. He said فعل القول في الماضي يبقى had seen. had seen her. The cave painting النقش بتاع الكهف was painted by people thousands of years ago من آلاف السنين يبقى primitive people بدائيين. I for half an hour before I realized before وفعل هنا في الماضي تمام وهنا جايب فترة زمنية يبقى نجيب زمن ماضي تام مستمر I had been swimming. Jungles and Deserts can be environments for people to live in. Mm. fertile, fertile. Uh, خصب number six. in 2030 we will help people with diabetes. هنعالج uh, الناس اللي هي uh, عندها مرض سكر. ذا Of the students in our class uh, come to school by bus, only two, فقط اثنين بس اللي بييجوا بالقط. يبقى هنا الأغلبية, the majority, الأغلبية. He helped in the reform of agriculture uh, اللي هو إصلاح uh, الزراعة. If you visit Egypt, it's advisable, ينصح بان to wear a hat if you go out in the sun. If Adam too to bed earlier last night بيتكلم على ماضي يبقى نتكلم ايه في حاله كام؟ حاله ثلاثه وتعالى نتاكد كده من جواب الشرط he wouldn't have got up late ما كانش صحى متاخر هذا الصباح يبقى هنجيب حاله ثلاثه had gone If you are addicted to something, لو أنت مدمن شيء, you can't stop doing it. You go shopping with us. مش عارف لازم تيجي ولا ما تجيش ولا مش ضروري نشوف من الجمله الثانية you can stay at home if you want لو انت عايز ممكن تخليك في البيت يبقى مش ضروري يبقى you needing go. in Europe mass tourism began in 1960s اه اللي هي السياحه الجمعيه. ساره توك ا good book to read it was a long boring journey. knowing knowing يعني because she knew the aim of this lesson the aim الهدف من هذا الدرس is to practice some of the new vocabulary uh, he asked me he would phone her يبقى whether whether إذا so if whether he would phone her نيجي للسؤال فايند ميستيك، النصيحة طبعاً إن إحنا بنقرأ السؤال كويس، ولو ماحددناش الإجابة من أول مرة، نعدي على سؤال بعده ونرجع يبقى نعمل ريفريش للدماغ كده ممكن نتعرف عليه. نبتدي مع بعض نقول: "آي reached ذا ستيشن" نلاحظ إن الكلام هنا في الماضي، بات ذا ترين حطهالي ليفت". سو أي توك taxi خدت وسيلة مواصلات تانية، يبقى كان القطر طلع، يبقى هاد ليفت. ليفت هتبقى هاد ليفت. When the ship lands, آه لما السفينة آه ترسو آه will you go assure شوف هنا مكتوبة assure يؤكد لا احنا نقول go assure آه تروح على الشاطئ آه معي هي آه asked me what السؤال ده نبص مع بعض كده لما بنيجي نحول من مباشر لغير مباشر بالنسبة للسؤال بعد كلمة الاستفهام what المفروض ان احنا نجيب الفعل اللي هو my plans for the weekend وبعد كده نجيب الفعل في الاخر خالص where يبقى التصليح هنا اهوت هتبقى كده هي asked مي وات الخطا بقى في الحته دي where المفروض انها تبقى في الاخر يبقى what my plans for the weekend where وير كارلز سكسس ات سكول pleased all the organs of our family هي organs يعني أعضاء بس لا الأعضاء التشريحية زي الإيد والحاجات ديت والإيد والرجل والكلام إنما الأعضاء أعضاء أفراد يعني members if you don't water plants لو ما ترويش النباتات they will die طبعا الإجابة هنا مش مظبوطة لأن المفروض إحنا بنجيب الحالة كام؟ الحالة زيرو يبقى هنا الغلط في كلمة will die هتبقى they die يعني ما تجيبهاش في المستقبل اف مضارع مضارع حالة زيرو حقيقه I came very late because I was clapped in the traffic jam لا هي كلاب يسقف انما في مصطلح اسمه I was stuck stuck يعني الـ 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 اتاخرت بسبب ايه بسبب ان انا اتزنقت في المرور بعد كده بالنسبة للقطعة النصيحة بتاعتنا إن إحنا بنجيب الأسئلة اللي هي الطويلة بنشوف على سبيل المثال مثلا وات سايز إز ذا وولد بوبوليشن ناو هاو إز مان دستروينج ذا بالانس أوف نيتشر بعرف القطعة بتتكلم عن إيه بتكون قدامي كهدف إن أنا إيه ان انا اخش اقرا القطعه علشان يعني ما اقراش عشوائي كده طيب بعد ما قريت الاسئله وترجمتها على قد ما اقدر بخش اقرا القطعه ثلاث مرات اول مره قرايه بطيئه جدا عشان اعرف المعنى بتاع القطعه كويس لو في اسئله مثلا لو في كلمات مش عارفها احط تحتها خط او ما شابه ذلك بعد كده بنقرا القطعه مره ثانيه بنبتدي اسرع سنه ونبتدي نخمن الكلمات بعد كده المره الثالثه للاجابه طبعا عشان وقتكم بنبتدي نجاوب مع بعض على طول بيقول لي What size is the world population now الحجم بتاع السكان بتوع العالم قد ايه دلوقتي؟ حسب ما موجود في القطعه دلوقتي اوفر 5 بليون اند از جروينج اكثر من 5 بليون ويزيد بتبقى اسئلتها مباشره يعني من القطعه. هاو از مان ديستروينج ذا بالانس اوف ناتشر؟ ازاي الانسان بيدمر توازن الطبيعه طبعا باي ديستروينج ذا تروبيكال forests اللي هي الغابات التروبيكال الاستوائيه. آه بعد كده how do you think man can share in uh, keeping the environment؟ اما بنقرا طبعا القطعه آه بنح... بن... بتلاقي الاجابه بتاعتها مباشره نشوف كده مثلا مع بعض ازاي الانسان يقدر يشارك في uh, keeping the environment الحفاظ على البيئه. آه ممكن ان احنا نقول Uh, مثلا not only through uh, population control but also by being more aware of the impact their actions يعني تأثير التصرفات بتاعة الإنسان have on nature تمام آه بعد كده آه بنقرا آه نشوف السؤال ده جميل قوي بيقول لي ايه دايما بنلاقيه اللي هو اوجد في القطعه ما آه المعنى بتاع الكلمات دي زي مثلا بيقول لي كلمه افكت موجوده في القطعه اه في كلمه امباكت لسه قاريناها حالا اهي اللي هي تاثير طيب ايزي بروكن المفروض تبقى ايزلي بروكن يعني يتكسر بصوره اللي هي ممكن تبقى كلمه فراجايل فراجايل اللي هي الهشه بالنسبه للاسئله اللي هي الاختياري have a greater impact on the balance of nature طبعا rich countries من خلال القراءه للقطعه هي دي الاجابه rich countries the underlined word it لما يجيب لي كلمه من القطعه ويقول لي بتشير الى ايه او معناها ايه بنقراها طبعا فوق كويس ونقرا الجمله بتاعتها نشوف هي بتتكلم على ايه هنا بتشير الى population بعد كده الاسئله اللي هي السيت بوكس بيقول لي جاوب ثلاثه من الخمسه اللي موجودين نشوف مع بعض كده احنا مجاوبين اللي هم الخمسه على اساس تستفيدوا منهم يعني. Do you think هل تعتقد that genetic engineering هل الهندسه الوراثيه can help solve the world's food problems ممكن تحل مشكله او تشارك في حل المشاكل الغذائيه للعالم؟ اه طبعا yes. Yes, I think so. طيب ادي اسباب في هنا اسباب نشوف كده مع بعض بيقول لي طبعا بعد ما اقول يس يا جماعه نخلي بالنا عشان مش حط مش واضحه كلمه يس هنا يس جينيتك انجينيرينج كان ستوب توماتوز فروم روتينج كويكلي الهندسه الوراثيه ممكن ان هي uh, تمنع الطماطم من التعفن كويكلي uh, uh, بسرعه ايه كمان it can also stop insects and diseases ممكن تمنع الحشرات والأمراض from destroying crops من تدمير المحاصيل by modifying fruit and vegetables النتيجة لكده ايه so that there is plenty of cheap food يبقى في الكثير من الغذاء الرخيص for everyone ان شاء الله الاجابات طبعا باذن الله هبقى احط لكم تحت الرابط على اساس اللي عايز ينزل اللي هو الملف وبراحته بقى يكون عنده ويراجع فيه براحته دو يو ثينك هل تعتقد ذا ستوري اوف موبي ديك هل تعتقد قصه موبي ديك هاز ا مسج هل في رساله في رساله المؤلف بتاعها عايز يقولها طب لو كده ايه هي الرساله تعال نشوف مع بعض كده يس yes. اه فيها رساله uh, the message is not to be too determined ما تبقاش مصر قوي او مصمم قوي to do something بدون without thinking of others بدون ما تفكر في الاخرين around you يعني لان طبعا your actions تصرفاتك may have may have effects ربما يكون لها اثار bad effects مثلا on others فالواحد يخلي باله من النقط ديت. دي الرساله زي ما قلنا. هنا بيقول لي How do you think climate change will affect food production؟ التغيير المناخي ممكن يؤثر على الغذاء ازاي؟ انتاج الغذاء، شوف كده مع بعض. طبعا some areas بعض المناطق which now have farms اللي فيها مزارع الان او فيها زراعه الان may become may become desert، ممكن تبقى صحراء. فده طبعا اكيد هيأثر على إنتاج الغذاء. What do you think a smoke alarm is؟ اللي هو الإنذار الحريق ممكن بيقول لي يعني ممكن تعرفه لنا؟ آه طبعًا إتس إيه؟ أو بيقول لي إتس أ ديفايس هو جهاز which could warn يحذرنا warn us in case of fire في حالة الحريق. Why do you think the that, uh, uh, that king Toala sent his brother's wife and son uh, ليه الملك Toala uh, ارسل uh, زوجه اخيه uh, وابنها uh, into the desert to die؟ يعني ليه ما قتلهمش؟ يعني بدل ما يموتهم ليه بعتهم الى uh, الصحراء؟ uh, اكيد هنا هنقول طبعا على اساس ان هو he didn't want هو لم يرد to be blamed ان هو يلام فور ذير دوس اللي هو في بموتهم يعني ما يعني ايه ما يعني ما يبقاش متهم بموتهم يعني هو اه راحوا الصحراء او ودوهم الصحراء بس ما يبقاش متهم بموتهم طبعا الاجابات بنجيبها يا جماعه ايه مباشره من الكتاب بعد كده بالنسبه لقصه جاليفر How do how did the farmer attract the people's attraction? إزاي لفت أنظار الناس to the tiny human he had? إزاي لفت أنظار الناس لما خد جاليفر وطلع بيه على السوق؟ أكيد طبعا he asked a friend طلب من صديق to advertise that يعلن إن he had a tiny human inside the box. Uh, Gulliver was bought. Gulliver اتحط طبعا on a table in the largest room inside هنا الإجابة يا جماعة يمكن أنا طولتها سنة هي على طول هي asked a friend to advertise that إن هو طلب من صديق يعلن عن هذا تمام بعد كده بيقول لي what kind of danger ايه نوعية الخطر did Gulliver meet while sailing in the lake وهو بيبحر في البحيرة in the garden لما الملكة عملت له أمرت بعمل بحيرة صغيرة كده في الحديقة ايه نوعية الخطر نوعية الخطر طبعا الضفدعه يبقى افراج ضفدعة jumped into the lake نطت فيه والضفدعة بالنسبة له طبعا كانت ضخمة جدا نطت في البحيرة and made a wave وعملت موجه that was so big، الموجه دي كانت ضخمه او كبيره that it nearly تقريبا turned over his boat يعني تقريبا قلبت المركب بتاعه. Uh, when did Gulliver feel angry؟ امتى Galiber حس بالغضب with the king؟ اما اتريق على البلد بتاعته when he realized لما هو he هنا اللي هو جاليبر realized ادرك that the king was laughing at his اون uh, own country يعني كان بيسخر من بلده What did Gulliver tell the king about his country, England? Gulliver قال للملك إيه عن إنجلترا؟ uh, تعال نشوف مع بعض كده لم... آه uh, طبعا uh, يعني هنقول يعني, Gulliver told the king about اتس uh, its government, الحكومه بتاعتها وذر والجو ارتس والفنون اديوكيشن والتعليم اتس ليجل سيستم والنظام التشريعي بتاعها بتاع انجلترا طبعا هيستوري والتاريخ لما كان بيقول له على عن الملوك والملكات والاحداث ايفنتس اند ويبونز الاسلحه uh, according to Gulliver, Uh, طبقا لجاليبر واي ديد سام سي بيردز كاري سي شيلز ليه آه ل آه آه بعض الطيور البحريه كانت بتشتال اللي هي الـ الـ القواقع البحريه هاي انتو ذا سكاي نشوف عشان ايه كان طبعا عشان يرموها تو دروب ذم لما يرفعوها فوق تو دروب ذم اون تو ا هارد روك تو بريك عشان تتكسر يرموها على صخر عشان تتكسر وهم ياكلوا ما بها السؤال بتاع نمبر 1 أو لسه السؤال اللي هو إيه Our rivers are full of fish آه ده مين the king to Gulliver إمتى قال الكلام ده؟ when the king was telling Gulliver about his country طيب why couldn't they go fishing in their seas؟ ليه ما كانوش بيقدروا يصطادوا في البحر ده؟ طبعا عشان كانت البحار دي ايه؟ Because هيز are also rough. البحار دي كانت يعني ايه بحار شديده وعنيفه والامواج عاتيه وهايجه that it is not safe مش آمنه يعني الوضع ده مش آمن for boats to go out into them. بعد كده بنشوف سؤال الترجمه translate into Arabic Taking revenge اللي هو الأخذ بالثأر is a very bad habit عادة سيئة جدا that should be fought ينبغي أو يجب أن تحارب in all societies ترجمة عندي هي واضحة يبقى الأخذ بالثأر عادة قبيحة جدا ينبغي أن تحارب في كل المجتمعات Many young people suffer from يعاني كثير من الشباب يعاني كثير من الشباب آه من ايه بقى من الإصابة المتكررة بالإرهاق اللي هي repetitive strain injury بسبب إيه because of using the computer for long بسبب استخدام الكمبيوتر لفترات طويلة translate into English تساعد المشروعات الجديدة في خلق فرص عمل وزيادة الدخل القومي. طيب لما نترجم من عربي لإنجليزي يبقى هندور على الفعل اللي هو المشروعات الجديدة يبقى نيو بروجيكتس واضحة قدامنا الترجمة على طول هيلب كريت تساعد في خلق جوب اوبورتيونيتيز فرص عمل جديدة مش كده فرص عمل Uh, and increase وزيادة national income الدخل القومي. Uh, يحب بعض الناس السفر للدول الأفريقية بحثاً عن المغامرة أو الإثارة. يبقى بعض الناس some people like traveling uh, to African countries looking for باحثين عن adventure المغامرة or excitement أو الإثارة or pause أو كليهما. اتمنى ان انا اكون افدتكم النهارده وربنا يوفقكم جميعا وان شاء الله نتقابل في حلقات اخرى اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته تحياتي مستر جلال حسنين